سينضم إلى برشلونة قريبا. كرة من جانب توني عرضية يبعدها الدفاع، تصل عند بوسكيتس، لمسة إلى للأمام، محاولة من جانب إسكو، إسكو في بناء الهجمة لريال مدريد، تحرك من جانب مارسيلو، إسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي، هدف أول لريال مدريد. نعم نعم، ميرينجي جميل، عرضية مارسيلو، خطأ من جانب بيكي، يضع الكرة في مرماه، شوف مرة أخرى إسكو وراء كل كرة، مارسيلو عرضية، بيكي يسجل في مرمى فريقه، بيكي وليس غير بيكي، وبالتأكيد بيكي الذي دائما ما يأمل أن يسجل في مرمى ريال مدريد، أن يتألق في الكلاسيكو اليوم يسجل في مرمى فريقه. لقطة صعبة جدا على بيكي، حسرة كبيرة على بيكي مع الخطأ الذي لم يكن متوقعا، يستعيدها لريال مدريد، يلعب كرة لكنها بالخطأ، يستعيدها البرسا أمام هذه الكرة لليو، قوية هنا باص على مرتين، لا زالت خطيرة لبرشلونة، تعود مرة أخرى لسيرجي، أي هجوم، أي اندفاع، أي ضغط، أي محاولات، أي برشلونة، أي اليوم، قوية من اليوم، وسواريز، وسواريز، ركلة جزاء، ماذا؟ نعم، نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء لبرشلونة، بعد ضغط رهيب للبرسا، بعد هجوم رهيب للبرسا، يحصل سواريز على ركلة جزاء، يعود البرسا لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء بطاقة صفراء، ضيع بوسكيتس الهدف، بالتأكيد ميسي يحاول أن لا يضيع هذا الهدف لبرشلونة، شوفه مرة أخرى من نافاس، نافاس لمس سواريز الذي يحصل على ركلة جزاء، يا جماعة أقول سواريز مش في أفضل حالاته، هذا هو مش في أفضل حالاته، هذا هو يحصل على ركلة جزاء بذكاء كبير. الآن برشلونة لديه الفرصة ليتعادل في النتيجة، ليونيل ميسي من أجل العودة، ليو من أجل أن يسجل في الكامب نو المرة الأولى على مستوى الكلاسيكو منذ موسم 2012 بالنسبة لميسي، ميسي الأكثر تسجيلا في السوبر الإسباني، ميسي اللي دائما وراء كل فوز وانتصار لبرشلونة. كيلور نافاس يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم، يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم، يا لها من دراما ويا لها من إثارة، يا لها من إثارة ويا له من انتظار، ليو نافاس، ليو نافاس، ميسي ونافاس، ليو نافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم، يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من علامة الجزاء، وعودة الروح والابتسامة والفرح لمدرجات كامب نو بهدف التعادل من جانب اليوم، شوفها من علامة الجزاء، أراد نافاس أن يتلاعب بأعصاب اليوم، أراد أن يشتت ذهن اليوم. ميسي أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته، ميسي يبحث عن سواريز، طويلة خلف المدافعين، ذكية للويزيتو، سواريز يلعبها بالكعب، جميلة راكيتيتش، لكن الدفاع يا إلهي، يا إلهي على الكرة الأخيرة، على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، واحد على واحد، رونالدو مر، يلعب كرة كريستيانو الكبير في اليوم الكبير، يا له من هدف يا رونالدو، يا له من ضربة يا رونالدو، تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل، شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة، وين بيكي، وين بيكي، ذهب أدراج الرياح، وين هالكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو، هدف ثاني لريال مدريد
في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر مما سجل في برنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو وإن كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا وبطريقة يحتفل صاروخي ماديرا. الآن كريستيانو دخل وسجل، والآن محاولة من جانب أسنسيو، مر أسنسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه. وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ أوه، انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم نعم، حكم المباراة اعتبر انه تحايل تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه انذار ثاني، وبعد ذلك يطرد في هذه المباراة كريستيانو. يا إلهي يا إلهي على القرار من جانب حكم المباراة، شوفها من أومتيتي، وبعد ذلك كريستيانو يسقط داخل منطقة الجزاء. الحكم لا يحتسب ركلة جزاء، يعتبر أن كريستيانو كان يمثل. أومتيتي وضع ذراعه أو وضع يده على كريستيانو، الحكم اعتبر أن رونالدو بالغ في سقوطه، بحث عن ركلة جزاء وبعد ذلك أخرج له الإنذار الثاني ليخرج مطرودا في هذه المباراة بدلا من أن يحصل على ركلة جزاء، ولتكون إثارة أكبر في هذا الكلاسيك. برشلونة يحاصر ريال مدريد بحثا عن هدف، عن هدف التعادل، تركها ليو سواريز، لا تمر من لويزيتو، يساعدها مرة أخرى لكن بالخطأ إلى لوكاس، مشروع مرتدة لريال مدريد. فاسكيز معها أيضا أسنسيو على الجهة اليسرى، يلعبها لأسنسيو خطيرة لريال مدريد، أسنسيو يلعب كرة لعيب يا حريف، لقطة رائعة، ضربة رائعة، تسديدة جميلة يا أسنسيو. شوف المرتدة، شوف شوف البدلاء ماذا فعلوا في ريال مدريد. لوكاس إلى أسنسيو، بوم، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد سددها أسنسيو في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين. في مباراة باريس سان جيرمان ليعادوا من باريس 0-4 في تشامبيونز ليج، هل تعلمون ماذا يعني 0-4؟ هذا أسنسيو يلعب كورة، واحدة من اليسرى، الله اللقطة السديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي، كم هذا أسنسيو، 21 سنة يلعب في الكلاسيكو بهذه الصورة، كلام كبير. أسنسيو صغير السن ولكنه كبير العطاء، كبير الدهاء، كبير الذكاء أو عالي الذكاء، حاد الذكاء، قدم ساحرة. لا أحد في برشلونة يرضى بأن يكون عرض فريقكم بهذه الصورة. توني خاطئة، مشروع مرتدة، يساعدها لوكاس إلى أسنسيو، مارسيلو على اليسار، مشروع هدف ثاني لريال مدريد، عرضية داخل منطقة الجزاء، وكرة مرينجي جميل، هدف مدريدي يدرس، هدف مدريدي جميل. يا لها من كورة، يا لها من لمسات، يا له من نغم، يا له من طرب في المدرجات، يا له من عرض كبير، يا له من برينجي اليوم الثاني لريال مدريد.
يسجل بعد مجموعة من التمريرات. مين افتكى لوكاس؟ واحدة من أسينسيو، مارسيلو، وبعد ذلك تحرك بجانب لوكاس. هياها لوكاس، هو كريم لنفسه. أمتيتي يتفرج، أي لمسة يا كريم. كريم اليوم يسجل هدفا رائعا جدا. ريال مدريد اليوم يقدم عرضا مثيرا للمشجعين، يقدم طربا كبيرا للمشجعين، يظهر لنا قدراته العالية